ما عندي غير الزيتون. كل نهار الأولاد أيام بلتقى خبز أيام ما في. وبيطلبوا بدنا ناكل بدنا نشرب. شو بدي أحط لكم يا ماما؟ ما في شيء. يعني شو بدي أحط لكم؟ شو بدي ألبسهم؟ ما عاد في عند اللباس. ما في مصاري، ما في شيء. يعني بدنا نجيب مدار، نجيب شيء نغسل فيه. أيام مقطوعين من كل شيء، يعني من كل شيء مقطوعين. ما في شيء، ما في فطور اليوم خالص. والولاد السعريق بطمن والله. ما في لا مصاري ولا في شيء، ولا في توجد مصاري يعني بتجيب الواحد ربطة خبز بسكت الولاد.